الو، السلام عليكم يا استاذه نور. عليكم السلام، ازيك يا ازيك عم يا عم رجب؟ رجب، عامل ايه؟ ازاي الحال يا دكتوره؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. كنت طيبين، ويجي على رمضان بكيت على الامه يا الاسلاميه رب يا رب. علينا وعليك يا عم رجب. وتحياتي لصدى البلد بصراحه، ام بوكس فريق اعداد محترم. ربنا شكرا يا عم يخليك. رجب. وبشكر بصراحه، يعني بصراحه بصراحه الحاج محمد ابو العنين بصراحه بمياد الله بشكره كتير كتير، يعني ربنا يخليك. ربنا هنوصله يخليك يا عم رجب. والله ربنا يخليه لمصر، ربنا يخليه راجل مصري اصيل اصيل اصيل. ربنا يخليك الله يا عم رجب. يخليك. حلمت بايه قول لنا؟ والله عادت يا دكتوره زوفيا البطيخ في المنام، ولو ان انا البطيخ بلقى اجرع، حتى لو جبته في الحقيقه بلقى اجرع. يا ريت تطمنيني بس. ايه؟ يعني ادوني البطيخ بطيخ وعايزني اطمنك؟ بلقى اجرع. اقرع؟ كمان؟ في المنام. ماشي يا عم رجب. وغير كده لما اجيب من السوق بلقى اجرع برضه. برضه؟ ما بقتش نصيب في البطيخ بقى يا عم. هقول لك على حاجه. البطيخ وحش جدا جدا جدا. البطيخ عيا وبكاء، تمام؟ اقرع كمان، اقرع يعني مصيبته، المصيبه دبل، المصيبه مصيبتين. يعني خسارات خسارات خسارات. فارجوك تصدق عن هذا المنام وما تشتريش بطيخ طالما حتى في الحقيقه اقرع. اقرع بالظبط. فبلاش. ما يمكن الحلم بيتفسر زي ما هو في الحقيقه. اقول لك تنقي البطيخه ازاي؟ يعني حاجه لا مش كده لازم ده. للاضافه للاضافه. الحته الدايره دي، الدايره اللي من فوق دي تبقى اصغر حاجه كده، صغيره، ما تبقاش واسعه قوي كده، تلاقي البطيخه حلوه. خبط عليها ما تخليهاش ترن كده. مش عايزاكي تقولي بقى عشان الخبطه دي. انا جاهد. الو.